الان يا اخواني بعد ما قرينا الكالكولاتور الموتور ديالنا، يعني السوفتور ديال الكالكولاتور ديال الكالكولاتور الموتور اللي هو هذا، دائما نحاولوا نتفحصوا يعني شحال الحجم ديالو. الفايل ديال هذا تيكون ما تيتعداش جوج، يعني 2 ميجا بايت، يعني هذا هو الحجم ديال الفايل ديال الكالكولاتور. ديما نقوم بواحد النسخ هاد النسخه هذه باش تبقى لنا واحد النسخه احتياطيه، يعني في حاله ما طرا مشاكل تكون عندنا واحد النسخه احتياطيه. بيان خليوها مثلا هنايا مؤقتا، ها هي عندنا الدوبل ديالنا هي هذه. الان غنفتحوا البرنامج ديال اللي عن طريقه كان يعني نقوم بازاله او بعزل الاجيال، وهذا فولتا زينزور. هذا هو البرنامج، والان غادي ندير اوبن هنايا فايل اوبن. من بعد غادي نمشيو للفايل ديالنا اللي بغينا نديرو، يعني الفايل اللي خصنا نقومو بالتغيير يعني ديال الاوجير فيه، اللي هو هذا فورد فايل اوري، نقولو اوبن. من بعد كنجيو كنسيليكسيونيو اولا كنختارو الكالكولاتور ديالنا ديال هاد السيارة هادي. في الحالة ديالنا فورد، هذا فورد تروك فورد مازدا هي هادي. من بعد اوجير بوش، هاد البوش اي دي سي 16 هي الكالكولاتور ديالنا، كنقولو دي كود فايل. من بعد هنا تيقول لي فين بغيتي يعني تحتفظ بهاد الفايل هذا، فنقول نخليه هنا مع الفايل وندير فورد، ندير له فورد اوجير لوك اوجير لوك، ما نديروش بايثون يعني هادي يعني انه حفظ. كنشوف هنا هو تيقوم بعمل التغيير على الفايل اللي عطيناه اللي هو هذا. غنتظروا حين ان ينتهي من هاد العمليه هذه. تا بونونا تيمو ريجستران. من بعد هو انا قال لي سامينغ فايل انتو، المهم قال لي بان راه تم بالاحتفاظ بهذا الفايل هذا فورد اوجير بلوك، وانا قال لي بلا راه فينيش يعني انتهى من هذه العمليه. هاني لجينا ل فورد فورد غادي نلقاو بلا حطنا هنايا يعني داك الفايل اللي قام بالتغيير فيه يعني الاوجير بلوكا. وكما كنلاحظوا كنلقاو نفس يعني الحجم ديال الفايل اوريجينال، ما خص يكون واحد التغيير يعني 2 ميجا بايت 2 ميجا بايت، وفي الفايل اوريجينال نلقاو كذلك 2 ميجا بايت 2 ميجا بايت، يعني نفس الحجم. الان غادي نمشيو وغادي نقوم بكتابه هذا الفايل هذا في الكالكولاتور الموتور ديالنا. للاسف اخواني كنت ظنيت ان الحاسوب يعني هذا اللي كيسجل البرنامج اللي كيسجل يعني شاشة الحاسوب كان يسجل، ولكنه لم يسجل شيء بالنسبة لهاد الفقرة ديال كتابة السوفتوير. لكن نحاول نوريكم يعني هنايا هي طريقة سهلة. من بعد هنا في الأول كما لاحظتوا في الفقرة الأولى قراءة درنا ريدينغ وقرينا السوفتوير، لكن الآن بعد تعديل السوفتوير ديال الحاسوب المحرك كنجيو وكنديرو رايتينغ، يعني رايتينغ يعني كتابة السوفتوير. فاش كنضغطو على هادي كنجيو كنديرو سيليكت لي هي هادي. من بعد فاش كنديرو سيليكت كي يخرج لنا واحد الخانة أو واحد النافذة مثل هادي تيقولنا اختارو شنو هو الفايل اللي بغيتو يعني تكتبو في الكالكولاتور موتور. فتنقولو الفايل ديال هذا فورد اوجير بلوك، يعني الفايل اللي تم تعديله، وكان نضغطو على يعني الى الامام الى الامام، داكشي اللي كيطلب منا كنتبعو يعني المراحل اللي كيطلب منا
البرنامج الكيس فيتس فاي. كما قلت لكم في اول فيديو دائما يعني خذوا يعني بالكم من الباتري، من الباتري ليفل، وخاصة في فقرة الكتابة، لأن فقرة الكتابة جد مهمة. هنا فين كيطراو أكثر المشاكل، إذا كانت البطارية ضعيفة، إذا نزلت البطارية قد يطر لكم مشكل في الكالكولاتور. لهذا دائما حاولوا توضعوا باتري يعني جيدة، أو لا تقوموا ب يعني بربط ربط السيارة بكابلات أو بوستر يعني إضافي، باش تكون عندكم واحد الباتري ليفل مزيانة. وهذا كان، هذا هو الفيديو ديالنا يا اخواني، نتمنى تكونوا استفدتوا. اذا كانت عندكم اسئله او اقتراحات فما عليكم الا تكتبوها في التعليقات، ولا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.